وللحديث عن الموضوع معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا. هجمات متكررة للميليشيات تستهدف المتظاهرين والناشطين، ويبدو أن الحكومة والميليشيات ما زالت تراهن على القمع. ألو، أستاذ ضياء تسمعوني؟ هسا أسمعك. قبل شوية تتضامن مع نعم ما عرفت السؤال، إذا ممكن. نعم، لأنه يبدو أن الميليشيات، يبدو أن الحكومة ما تزال تراهن على القمع هي والميليشيات، لأن هناك هجمات متكررة تستهدف المتظاهرين بشكل شبه يومي. نعم، هي من بداية المظاهرات ولحد هذه اللحظة الحكومة العراقية تراهن على قمع المتظاهرين، وتراهن على أنه حتى تنحرف المتظاهرين بالدسائس غير منطقية وغير معقولة، وبالوقت الحاضر أيضا يقومون بافتعال أنه ناس يتعاملون مع الحكومة الجديدة. وهذا الكلام المتظاهرين رفضوا لكل ما حدث بالوقت الحاضر، لأنه هذا القتل والاعتصام والقتل حتى خارج أخي حتى خارج ساحة التحرير وحتى خارج ساحات الاعتصام، الاغتيالات في الطرق والخطف المتعمد والقصري، هذا قاعد يحدث في العراق، ولكن المتظاهرين مستمرين. وأنا أتوقع أنه هذه المظاهرات لا يمكن أن تقمع، هذه المظاهرات ولا يمكن أن يقمع الشعب العراقي. الشعب العراقي قال كلمته، يريدون من هذه الحكومة الرحيل، ويريدون يبنون عراقا جديد محرر من كل هذه الميليشيات والأحزاب الفاسدة. هذه ما أراده المتظاهرين من 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 العالم حقيقة. من الناحية القانونية أستاذ ضياء، ألا تعد الطبقة السياسية هي المسؤولة عن تلك الانتهاكات التي تستهدف المتظاهرين؟ بالتأكيد، لأنه الدستور ضمن الدستور العراقي اللي هو أيضا مخيب للأمن، الدستور العراقي ضمن الدستور العراقي ضمان حق الاعتصامات والتظاهرات في العراق. إذن الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية والعسكرية عليها أن تضمن حق المتظاهرين وأن تحمي المتظاهرين، وهي بالعكس تقوم بدس العناصر والميليشيات المتحزبة والتابعة للأحزاب بقتل المظاهرين وقمع المتظاهرين وطعن المتظاهرين. هذه تقوم بعلم الحكومة وبعلم الأجهزة الأمنية، لأنه دخول هذه المجاميع هي بموافقة من الأجهزة الأمنية وتخترق، ولربما يعني محمية من قبل الأجهزة الأمنية. احنا نلاحظ يرمون، والأجهزة الأمنية محاطين بالأجهزة الأمنية، والأجهزة الأمنية مكشوفة الأيدي ولا تعمل أي شيء، أو هي متعاطفة معهم 100% بعكس ما هو الواجب عليها، الواجب الحقوقي والواجب الإنساني، أنه تقف ضمن المتظاهرين ما دام المتظاهرين سلميين واعتصامات سلمية والنداءات سلمية ومطالبات بحقوقهم بصيغة سلمية. المتظاهرين لم يعتدوا على محل ولا يحرقوا محل ولا يملكوا أي سلاح، فقط العلم العراقي اللي يرفعوه هو هذا العلم العراقي اللي هو ضمن كل العراقيين، اللي يعني مع الأسف أنا وين توصل الحكومة العراقية؟ الحكومة العراقية تنتهك حقوق الإنسان يوميا. نعم. في ساحة الاعتصام في كل العراق، ليس في منطقة واحدة بالعراق. على ذلك يا سيد ضياء، ما الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب؟ حقيقة المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنقابات الموجودة في العراق قاعد تدون ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان بالأسماء والصور، وتزود المنظمات العالمية بهذه المعلومات، ولا يمكن أن يفلت أي واحد ارتكب حق جرائم بحق الإنسانية من قبل ضد المتظاهرين من قبل الميليشيات أو العصابات الموجودة في العراق، إذا كانت تابعة لهذه الجهة أو تلك الجهة، حتى الجهة أو المسؤول عنها أيضا يحاسب. وهذا شيء معلوم، مثل ما حدث بقتل الصحفي في البصرة، وإحنا يعني دونت الأسماء ودونت الاعترافات عن من هو ارتكب الجريمة وإلى من يوصل هذا، وحتى وصلوا أنه الخبر أنه واحد من مساعديه هادي العامري. يعني هذه العمليات الإجرامية الانتقامية التي تقوم بها الميليشيات
والأحزاب الفاشلة في العراق والأحزاب المذهبية الطائفية الموجودة في العراق يأتي يوما بمحاسبتها وإحالتها حتى المحاكم الدولية. وأكو اقتراح أنه محاكم لاهاي ستشرف على بعض المحاكم التي تعقد بتهم الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق. في ضوء مواصلة المتظاهرين للثورة واستمرار القمع الحكومي من الجهة الأخرى، أين تتوقع أن يكون دور وموقف المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية؟ كيف يمكن تفعيل ذلك؟ المجتمع الدولي حقيقة لحد هذه اللحظة واقف بجهة، يعني خلينا نقول متفرج لحد هذه اللحظة، يعني يدعي أنه سيقف، يدعي ووزراء الخارجية الدول المهمة في العالم تتحدث أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان ويجب ردع المتهمين بهذه العمليات الإجرامية وتحذير الحكومة. طبعا هم قاعدين ينبهون ويحذرون الحكومة من ارتكاب الجرائم ويدينون الجرائم التي ترتكبها الحكومة، لكن هل توجد هنالك إجراءات فعلية لإنقاذ الشعب العراقي من هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان؟ هل موجود قانون دولي أنه يحمي المتظاهرين من هذا القمع؟ أو يعني تبديل هذه الحكومة بحكومة إنقاذ مؤقتة من قبل المجتمع الدولي، حتى مثل ما عملوا ب 2003 خليجون يعملون هسه بالعراق. شو هو الفرق 2003 وهسه؟ الشعب العراقي هايج على هذه الحكومة، الشعب العراقي رفضها، رفض هذه الحكومة من بدايتها ولحد هذه اللحظة. يعني المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة أو مجلس الأمن يجب عليهم أن يتدخلوا في هذا الشأن. أنا عندي اجتماع هسه في 6 بالشهر القادم في جنيف عن انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، من الأمم المتحدة مدعواني حتى أتكلم بهذا الموضوع، كيف تتم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. حقيقة كل المجتمع الدولي الموجود صار خيبة أمل عند كل العراقيين من المجتمع الدولي لعدم تضامنهم، لعدم وقوفهم وقفة مشرفة أمام الشعب العراقي. يعني هذا القتل والاغتصاب والنهب والاختطاف من ساحات الاحتلال وخارج ساحات الاحتلال، هذا ساحات الاعتصام. لحد هذه اللحظة المجتمع الدولي يعني متفرج، لازم نقول له يا أخي اتخذ إجراء. شكرا لك أستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا من فيينا.